بدينا اليوم درس جديد وسنكتشف معا ما هو عنوان هذا الدرس. اذا عنوان درسنا اليوم الديك كوكو. اذا نتامل جيدا الصوره هنا هي صوره الديك كوكو. لدينا كذلك بعض الصور المصاحبه للدرس، صوره الدجاجه، صوره المعزاه، صوره الكلب، وصوره القط. اذا سنقرا معا درس القط. غضبت الحيوانات لأن الديك كوكو تركها نائمة ولم يوقظها كالمعتاد. قالت الدجاجة: إن كوكو أصبح عجوزا ولم يعد قادرا على الصياح. فردت المعزاة ظريفة، يعني هذه هي المعزاة الظريفة. إذا ماذا قالت ظريفة؟ كوكو مواظب ومتقن لعمله. إذا اختفى الكلب يقظة والتفت إلى القط النائم وقال: استيقظ أيها الكسول والنصر على البحث عن الديك. إذا نتأمل معا يا أطفال. إذا صور الحيوانات، إذا أعيد، إذا صورة الديك، صورة الدجاجة، المعزاة، الكلب والقط. إذا أين وقعت أحداث القصة يا أطفال؟ قصة الديك. إذا وقعت أحداث المس في أين؟ في المزرعة. نعم أحسنت. ثم إذا أحدد شخصية النص يا أطفال. شخصية، الشخصية الغائبة وهي الشخصية الرئيسية هي شخصية الديك كوكو. ثم الدجاجة، نعم الدجاجة. ثم المعزاة ظريفة، نعم أحسنت. الكلب يقظة، نعم أحسنت. ثم القط، أحسنت يا أطفال. إذا ما هو موضوع النص يا أطفال؟ موضوع النص عما يتحدث النص؟ يتحدث النص عن اختفاء الديك كوكو. إذا ما هي المهمة الأساسية لهذا الديك؟ المهمة الأساسية للديك هو إيقاظ أصدقائه. إيقاظ أصدقائه. إذا ما هو الحدث البارز في النص؟ غياب الديك كوكو. أحسنتم يا أطفال. إذا غاب الديك كوكو وترك الأصدقاء، ترك الحيوانات نائمة ولم يوقظها كالمعتاد. إذا من دافع عن الديك كوكو يا أطفال؟ من دافع؟ المعزاة ظريفة، أحسنت. المعزاة ظريفة دافعت عن الديك كوكو وقالت إن كوكو مواظب ومتقن لعمله. أحسنتم يا أطفال. إذا اتفق إذا الأصدقاء حول ماذا يا أطفال؟ حول الإسراء للبحث عن الديك. أحسنتم يا أطفال. ثم نمر. إذا ما هو الحرف الذي يتكرر أو الحروف التي تتكرر في هذا النص؟ حرف الكاف، نعم أحسنتم. حرف الكاف، كلمة اعتادي، ديكم، تركها، كوكو، نعم. ثم ما هو الحرف الذي يتكرر؟ حرف العين، نعم أحسنتم. حرف العين، عجوزا. ثم معزاة، أحسنتم يا أطفال. ثم عن، نعم لنسرع، أحسنتم يا أطفال. ثم ما هو الحرف الذي يذكره؟ حرف الظاء، حرف الظاء، حرف الظاء، نعم. إذا من خلال أي كلمات؟ يوقظها. ثم الكلمة الموالية ظريفة، ظريفة، ف ظريفة. ثم مواظب، أحسنتم. ثم يقظان، أحسنتم. يقظان، أحسنتم يا أكثر. ثم استيقظ، حرف ظ في آخر الكلمة، أحسنتم يا أكثر. إذا المطلوب ما هو؟ المطلوب مني هو الإجابة كتابيا عن هذه الأسئلة التي قد أجبنا عنها شفويا. لماذا غضبت الحيوانات؟ السؤال الثاني: استخرج الشخصيات المذكورة في النص. السؤال الثالث: ألون. الإجابة الصحيحة: القط نشيط أم كثير النوم؟ إذا سألون الإجابة الصحيحة، تمام؟ إذا بعد استخراج المفردات من النص، أبوب الكلمات في الخانات المناسبة. حرف الظاء في أول الكلمة، حرف الظاء في وسط الكلمة، حرف الظاء في آخر الكلمة. هنا من يقرأ لنا يا أطفال؟ ظريفة، ظريفة، أحسنتم. حرف الظاء في أول الكلمة. ثم حرف الظاء في وسط الكلمة، يوقظها، 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 أحسنتم. ثم يقظان، يقظان، أحسنتم. فهمت؟
مكونات في كل. احسنت. ثم لدينا هنا في الخانه الاخيره حرف الضاد في اخر كلمه استيقظ، حرف الضاد متصل بالحرف الذي اسمه هو حرف القاف. احسنت يا احمد. ثم سننظر الى حرف الضاد. حرف الضاد في صور لدينا هنا ضاد ظرف، هذا الذي اضع فيه الرساله اسميه ماذا؟ ظرف. احسنت. ضاد ظرف. ظا ظرف. احسنتم يا اطفال. اذا عندما احس بالم في عيني ماذا اضع؟ اضع نظاره. احسنتم يا اطفال. نظاره. اذا حرف الله وسط الكلمه. احسنتم. ثم هنا حافظ. حرف الله في اخر الكلمه. احسنتم يا اطفال. هنا حرف الله متصل. هنا حرف الله منفصل. هذا الولد اذا هو منزعج. اذا اقول منزعج غاضب او مختاط، هذا الولد مختاط مختاط. حرف الضاد في اخر الكلمه منفصل. ثم هنا مستيقظ، هذا الولد اذا استيقظ من النوم فهو مستيقظ. حرف الضاد في اخر الكلمه متصل بالحرف الذي يسبقه هو حرف القاف. هنا ضا ضو زي في حرف الضاد في اول ظرف. ذو ظفر. هنا ذي ظل. ظل الشجرة. إذا ننظر إلى كتابة حرف الظاء يا أطفال. لدينا كتابة حرف الظاء. هنا حرف الظاء في أول الكلمة، ثم هنا حرف الظاء وسط الكلمة، هنا حرف الظاء آخر الكلمة منفصل. ويمكن لي أن أكتب حرف الظاء في آخر الكلمة هنا ومنفصل. فلدينا الحركة الأولى، لدينا الحركة الأولى، الحركة الأولى، الحركة الثانية، الحركة الثالثة، ثم أضع النقطة. إذا الحركة الأولى، الحركة الثانية، الحركة الثالثة. الحركة الأولى، الحركة الثانية، الحركة الثالثة، ثم أضع النقطة. نمر إلى التمرين المويه، إلى تمرين الكتابة. حرف الظاء
آخر الكلمة وهو متصل بالحرف الذي يسبقه حرف القاف. نعم. إذا أعيد في الفضاء يا أطفال، إذا الحركة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم أضع نقطة. هذا بالنسبة إلى حرف الظاء أول الكلمة، ثم حرف الظاء وسط الكلمة. إذا لدينا الجزء الأول، الجزء الثاني، الثالث، الرابع، ثم النقطة. حرف الظاء وسط الكلمة، الجزء الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ثم النقطة. إذا ما هو الحرف الذي يشبه حرف الظاء يا أطفال؟ ما هو الحرف الذي يشبه حرف الظاء؟ هناك حرف يشبه حرف الظاء، ما هو؟ ما هو هذا الحرف يا أطفال؟ هو حرف الطاء، أحسنتم، هو حرف الطاء. إذا حرف الطاء، حرف الطاء هو حرف الظاء. إذا طاء تي تو، ظا ذي ذو. إذا أين يكمن الفرق بين الحرفين؟ في النقطة، أحسنتم يا أطفال. إذا حرف الطاء شبيه بحرف الظاء، لكن الاختلاف في وضع النقطة، أحسنتم يا أطفال. تا تو تي ت، تا طن تن طن تو تي تي، أحسنتم يا أطفال. ثم هنا ظا في أول الكلمة، ثم هنا ظا وسط الكلمة، أحسنتم يا أطفال. هنا لدينا إصلاح التمرين الأول، ثم لدينا إصلاح التمرين الثاني، ثم لدينا إصلاح التمرين